يا معشر الجراد، بهالبلد احنا ما إلنا محط رجل. هاي البلد بتخوف، حكومتها ماكل الأخضر واليابس. بيقول لك بدهم يفرضوا ضريبة لمكافحة احتمالية دخولنا عليهم. ولحق عاد دعاوي، ناقصنا دعاوي ولاية. أنا أموت وأعرف كيف عايشين بهالبلد. قولتك مسكوا الجراد 16 ولا لسه؟ جراد هالبلد حرمونا حقنا فيها، لازم نطلع عالسكيتي، أحسن لنموت إحنا كمان من الجوع. دخلك ما غيره شو قال؟ ها ما غيره؟ ما غيره ينفي وجودنا أصلا جملة وتفصيلا. على نافوخي ما غيره، على نافوخي تفصيلا. على قولة المثل، ما يجرد الأرض إلا حكوماتها. صح لهم، أصلا إحنا الوجب الوحيد بلا ضريبة. يلا يا جراد على بلد ثاني عبين ما تنصلح الأمور هون. يلا. لتعرفوا مواعيد برامجكم المفضلة على قنوات التلفزيون زوروا موقع شوفيتيفي.com.